عايزين نعرف من حضرتك المقترحات اللي يمكن تقديمها لنقابة المحامين للقضاء، زي ما تحدثنا قبل الفاصل عن ظاهرة المحامين الشباب اللي هم بيسيئوا لمهنة المحاماة. ممكن لو تدي روشتة أو مقترح، أو في مقترح ممكن هو يقدم لنقابة المحامين لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على مهنة المحاماة وكيان المحامي؟ اللي أنا عايز أقوله لحضرتك، هو ما ينفعش يبقى في مقترح، لأن القانون شامل الموضوع ده، وفي لجان تأديبية وفي لجان شكاوى وموجودة وبتتصدى. واللي أنا أعرفه إن النقابة فعلا أرسلت إنذارات لبعض المحامين المتلقبين بالألقاب دي، وحذرتهم وأوجبتهم إن هم يرفعوا الألقاب دي، لكن لكثرة الأعداد مش حصر. فالحصر صعب جدا. انت حضرتك كل 5 دقايق بتطلع تلاقي واحد عامل فيديو وقايل لك، وفي الاخر يعني انا بقعد بفرك وفي الاخر يقول لك انا محامي، انا ببقى عيط، عايز اقول له انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت ازاي بتهين نفسك؟ ولكن اللي انا واثق منه ومتاكد ان عبد الحليم بيه مع الساده اللي ماسكين اللجنه التاديبيه زي راضي بيه وربيع بالملواني، الناس والاستاذ ابو الذهب، الناس دي انا عارف من خلال تواصل بتاعي معاهم ان هم فعلا في الفتره اللي فاتت دي بصدد التصدي لهذه الظاهره، وهم ان شاء الله انا اثق ان هم هيقضوا عليها عن قريب العاجل باذن الله.